ونبقى مع عالم الموسيقى، لكن هذه المرة في الأردن، حيث قامت جمعية تجلي للموسيقى والفنون بإطلاق مشروع موسيقي بعنوان شروفات عمان. ويتضمن هذا المشروع عروضاً غنائية موسيقية تقدم للناس مباشرة ومن دون أي إعلان مسبق عن مواعيدها. يطل فيها موسيقيون ومغنيون أردنيون من على شرفة إحدى بيوت عمان القديمة للغناء وإمتاع جمهور الشارع. شرفات عمان عروض غنائية موسيقية تقدم للجمهور مباشرة من دون سابق إنذار بمبادرة من جمعية تجلى، يطل فيها موسيقيون ومغنون أردنيون من شرفات عمان. ومضة موسيقية خفيفة للسائرين في الشارع، يعني لا يعلن عنها، الهدف منها تعطي جرعة موسيقية بأغاني تراثية غالباً، بأغاني من الموشحات، بأغاني من تراث بلاد الشام لفنانين أردنيين. تعتمد فكرة شرفات عمان على استبدال خشبة المسرح بشرفة، أما الصالة فاستبدلت بمساحة يتجمع فيها المارة. تجربة مختلفة فريدة من نوعها، فيها نوع من كيف بدي أحكي لك، توتر خفيف يعني، بس جميلة لا شك، عم بكون ردة الفعل من الناس إيجابية جداً. أقيمت عدة عروض في مدينة عمان ولاقت رواجاً كبيراً بين الأردنيين على الرغم من غرابتها بالنسبة للمارة. ورغم كل حالة الاحتقان وحالة العمليات الإرهابية اللي بنشوفها بكل مكان، إلا أن احنا اليوم من وسط البلد بالأردن عم ننثر الفرح، عم نصدر الأمن والأمان والسلام، فهذا إشي بالنسبة لي هو يعتبر فسحة من الأمل لكل العالم. حلوة الفكرة كتير، فكرة جديدة يعني أول مرة بتصير في الأردن، إشي حلو كتير للبلد، وبشوف إنه كل الناس عم تحضر وكلها مبسوطة وبتصور، يعني إشي حلو. شرفات عمان مشروع مستوحى من مشروع أوبرا البلكونة الذي أطلق في مصر في آذار عام 2014، وعدل البرنامج ليعنى بخصوصية عمان والأردن، وتم اختيار الأغاني لتكون من مختارات عربية كلاسيكية وأغنيات من التراث الأردني لتقديم طابع أردني ثقافي حديث للمتلقي.